بحضور محمد القصير مدير إدارة الشؤون الثقافية في دائرة الثقافة بالشارقة، مدير مهرجان الفنون الإسلامية. تم تدشين جدارية للمغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه ومعالم الإمارات السبع من قبل 4 فنانين تشكيليين. أما المزيد في سياق تقرير الزميلة لميا المازمي، إليكم التفاصيل. مهرجان الفنون الإسلامية يؤكد بعد 20 عاماً مصداقيته في إعادة الألق إلى هذا الفن العريق عبر مكانة مهمة في الساحة التشكيلية العالمية. فالمهرجان يواصل الطريق انطلاقاً من الاهتمام بدعم الثقافة والفنون. الجداريات تهدف للمساهمة في إعطاء لمحات إبداعية للإمارة الباسمة وجذب عشاق الفن للانطلاق إلى عالم آخر من الجمال الفني. فالشارقة مقر الفن والفنانين، لا تكف عن إضافة المزيد من الجمال إلى جدران المدينة ليشعر المتلقي أنه جزء من الحراك الفني النابض بالحيوية في مدينتنا الباسمة. شارك جمعية الإمارات للفنون التشكيلية بجدارية باختتام عام المغفور للشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، عبارة طبعا عن صورة المغفور للشيخ زايد هي اللي احتلت يعني الأهمية في الجدارية. وبعدين في عناصر من الإمارات اللي هي المباني من إدبي وضبي والشارجة وعجمان وبقية الإمارات كذلك. حبينا نحن نكون بورتريه الشيخ زايد هو العنصر الأساسي، وجمعنا من كل إمارة عنصر أساسي. العمل كان جماعي وكل واحد اختار جزء معين علشان في الآخر نبرز العمل بالشكل ده. مشاركتي كانت جيدة لأننا نحترم العمل في منظومة جماعية، لأنها بتعطي نوع من الصداقات وفي نفس الوقت بتكون فيها تبادل للخبرات وجهات النظر. جداريات ولوحات في الخط الأصيل والزخرفة وحروفيات يستضيفها المهرجان في نسخته 21، ويسلط الضوء على كيفية تجلي الحالة البصرية للفن والرسم في ذهنية الفنان المعاصر. حب ووفاء لزايد العطاء جاءت من خلال إنتاج جداريات تتحدث عن إنجازات مؤسس الإمارات رحمه الله. لأخبار الدار لمياء المازمي من جمعية الإمارات للفنون التشكيلية بالشارقة.